المؤسسة ووقفت النقاش حول مدونة الأسرة فيها، كان في البداية في إطار رغبة المجلس بإحالة ذاتية لتعديل مدونة الأسرة، وكان هناك سياق وكان هناك توجهات ربما أكبر بكثير أجرأ بكثير مما جاء في الصيغة التي عرضت اليوم. وبعد ذلك بعد يعني إطلاق الورش من طرف جلالة الملك وتأطيره حاولت يعني حاول المجلس، لكن بطبيعة الحال في إطار تدبير غير مشرك لجميع الأعضاء في إطار لجنة خول لها أو وكلت بتحرير نسخة. الغريب في الأمر أننا لم نأخذ حقنا في مؤسسة حقوقية أن نناقش بكل أريحية هذه المذكرة، لأنها عرضت يوم برمجة اللقاء مع اللجنة، عرضت علينا صباحا دون أن نستلم المذكرة، عرضت علينا في أقل من 15 دقيقة بسرعة متناهية. تم المرور على الأهم يعني الأمور التي وردت في المذكرة دون أن نتحقق حتى من مضامينها. وهناك من احتج وغادر الجلسة لهذا التدبير في موضوع حساس كمدونة الأسرة، ومن بقي وناضل لأن يتدخل في حدود بضع دقائق حاول أن يلتقط بعض الأفكار التي تم التقاطها بالسمع أو بالنظر، وهذا بطبيعة الحال فيه ضرب لحقوق الإنسان وحقوق الأعضاء في أن يناقشوا نصاً بهذه الأهمية وهذه الحساسية، وفيه تأطير دستوري وتأطير بطبيعة الحال شرعي قبله، ودستوري مستمد من الشرع، ودستوري مستمد من إمارة المؤمنين التي أحاطت بالعناية هذا الورش. وبطبيعة الحال كتب في البلاغ بأن تمت المصادقة بأغلبية الأعضاء بعد إغنائها، بعد إغناء المذكرة. لم يتم إغناء المذكرة لأن أي ملاحظة أبديت لم يتم إدخالها، لأنهم كانوا قد جهزوا النص مطبوعاً ليذهبوا إلى غادرنا المجلس في الثانية، وهم كانت لديهم موعد في الثالثة، وكان النص مكتوباً. وهذه بين قوسين عادة دأبت عليها الرئيسة في حرص على تمرير مجموعة من القضايا المهمة دون إعطائها الحق في النقاش، وطالما احتجنا يعني كنا نحتج عليه لكن ليس هناك آذان صاغية، فالمجلس يضيق بمناقشة الاختلاف ويضيق بتعدد الآراء ويصفق ويتمن جميع من يذهبون في اتجاه الموافقة الشاملة والكاملة دون شرط أو قيد. ولذلك هذا المنطق وجدناه تبناه صانع هذه المذكرة أو واضعها أنهم كانوا هم محامين الاتفاقات الدولية وتوصيات الأممية بجميع تفاصيلها وجميع شروطها حتى دون عرضها على مخالفتها أو موافقتها للمرجعية الإسلامية. وبذلك كانت المذكرة فيها أولاً استدراك على الدستور، وهذا خط أحمر، محاولة لإعادة تعريف الأسرة تسمح بزواج الأشخاص بدل امرأة ورجل، إدخال مصطلح أشكال متعددة للأسرة تعسفاً لعله فتح لباب قد يدخلنا منه النار لأشكال أخرى من الأسر اليوم أصبحت في الغرب هي المسوق لها عالمياً. كذلك التطاول على الإرث، التطاول على زواج المسلمة بغير المسلم. الأستاذة عزيزة، دابا ملي كتقولي هذاك الشيء الإخوان مقلقين كيعبروا بالتصفيق، خص شي طريقة ديال التعبير على العكس. لا، واش الزواج؟ نعم قلت. تفضل أستاذ. أستاذ الكريم، المسيرة أخبرتني أنني أوشكت على إنهاء الوقت المخصص لي. أريد أخواتي إخواني أن أعبر لكم عن مرارتي في هذه مرحلة عضويتي في المجلس حقوق الإنسان، لكن أكبر مرارة عشتها هي يوم ناقشنا هذا النص
وألهمني الله أن صوتت عليه بالرفض، وكان هناك تصويت، فيما ارتأى أخ فاضل أن يصوت بالامتناع. ولما رجعت إلى البيت وأرسلت لنا المذكرة بعد تقديمها للجنة واطلعت عليها، قلت كان ذلك لأنني كنت حينما أسمع أرى بعض الإيجابيات فأقول لعلني يجب أن أكون متوازنة وأمتنع، لكن لا يمكن أن يواجه هذا التطاول إلا بالرفض البات وبمطالبة اللجنة بعدم النظر إلى هذه التعديلات والمقترحات التي تجرأت على مقدساتنا وتوابتنا، وتريد أن تؤسس لمستقبل لا نريده لبلادنا ولا لأسرتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.